عليها اوعى تخش البيت ايدك فاضي. فكل يوم بقى وانت داخل بالترتيب كده، اوعى تكسر، اوعى تغضبها، اوعى تضربها، تضربها اوعى خش تخش ايدك البيت، فاضي، خش البيت ايدك فاضي. لازم وانت تخش ايدك داخل فاضي، بقى النهارده يعني بقى، يخش بايده مش فاضيه، يخش فيها عصايه او حاجه. لا يا سيدنا مفيش عصيان ده، كان مفيش كسر. المهم ايه، فبعدين هتجيب لها ايه بقى؟ تجيب لها النهارده شويه ترمس، بكره شويه لبان، بعده كيس بونبوني، بعده ازازتين عصير. اذا كان معاك فلوس كتيره هتلاقي كيس لب، وتقول لها فرفش. اللب اذا كان معاك فلوس اكتر ابرمهم اللب ده كده. ايام زمان ها؟ يعني، ما عادش فيه لب اليومين دول، كاجو دلوقتي. لا اللب غالي يا، اللب غالي، لسه موجود؟ كيلو ب 44 جنيه، وبيتباع بالحبايه بالجرام يعني. المهم ايه، اسمعوا التوصيه دي. وكمان اقول له، وتعود كده لما تيجي تروح لحماتك قصاد مراتك تقول لها ايه؟ تقول لها ازيك يا ماما لحماتك. حماتك هتقول لك الله يسلمك يا ابني، مش عايزه حاجه يا ماما. تقول لها، تقول لك تعيش. تقول لها هو انا مش جوز بنتك؟ هو انا مش زي ولادك؟ مش تطلبه تضحك وتفرفش وتقول لك تعيش يا ابني. وبعدين تقول لها طب ادعي لي يا ماما قدام مراتك. فمراتك برضه تتعلم الدرس ده، تروح لوالدتك ازيك يا ماما، مش عايز حاجه يا ماما، ادعي لي يا ماما. علمتها درس انها تحترم والدك ووالدتك. وقداسة البابا شنو ده قال؟ قال حاجه، لما يكون في مشكله حلها في وقتها. في وقتها طب احلها ازاي؟ هتحلها ازاي؟ تطبطب عليها وقت وهي مكشره في وش، تطبطب عليها وتقول لها بص 5 كلمات دول، حقك عليا انا غلطان فعلا، بس بطريقه حلوه مضحكه كده، حقك عليا انا غلطان فعلا، وحتى هي اللي غلطان، بس يلا طاط انت، انا غلطان فعلا. 5 كلمات اتحلت المشكله كلها. ها، الجواب اللين يصف الغلط، بس اتعود على. لا بس الستات عايزين نصايح زي كده، لسه جاي من مصر الستات. لا ده كويس حتى ان بركه هم ما مسائل. يخشوش تاني. كويس كويس، انت علاء السواق. انا خد بركه من سيدنا. اتفضل يا سيدي. مين ده؟ عامل يا سيدنا حبيبنا، على السلامه. وحشني. الله يبارككم يا سيدنا، ربنا ما حرمنا منكم ابدا. وحشنا. ربنا مين؟ الله يبارك. الله يخليك. مين يا سيدنا؟ ده بالنسبة يعني